مجموعة شركات أيمن حامد سليمان اللي هي مجموعتكم وشركتكم، أتمنى تعرفوا كل حاجة عنها النهاردة. أنتم ممثلين لحوالي 1400 وشوية عميل، بوجودكم معايا النهاردة مفيش سؤال غير إن شاء الله رب العالمين لما هرد عليه، وإن إحنا فعلا النهاردة لما يطلب مننا طلبيات للتصدير لا منتج يشرف ويشرف مصر ويشرفكم إن أنتم مساهمين في الحاجات دي. إن شاء الله رب العالمين في حاجات مفاجأة هتتفاجئوا بيها، مجال جديد إحنا داخلين فيه، وإن شاء الله رب العالمين يكفينا لما تجيلنا دعوة من جمعية رجال الأعمال لحضور مؤتمر رجال الأعمال في موريتانيا. احنا بنعدله من زمان لأن أنا بسميه يوم الصراحة، يوم الشفافية، يوم الوضوح، يوم الاطمئنان للعميل نفسه إن هو يطمن يعرف فلوسه فين، فلوسه مع مين، فلوسه رايحة فين، شغالة فين، رأس المال بتاع الشركة إيه. فالحمد لله اليوم كان كويس جدا وكان اطمئنان للجميع وكل ماشي مبسوط بعد ما اطمن يعني الدنيا رايحة فين وجاية منين. واحنا بنقول للعملاء اللي ما جاتش أصول الشركة موجودة، وأصول الشركة في الشركة يجوا في أي وقت من غير أي ميعاد مسبق، كل حاجة موجودة وكل حاجة إن شاء الله بوضوح موجودة ويطمئنوا يعني. هو أنا تعرفت عليهم عن طريق الإعلانات كانت موجودة على الفيس، واتصلت مع أحد الموظفين هناك واتقابلت معهم ورحت الشركة وشفت إيه الحاجات المطروحة واتأكدت من مصداقية المشاريع اللي هم مقدمينها، واشتركت في الأول في مشروع واحد. النهاردة أنا الحمد لله مشترك في حوالي أكتر من 4 مشاريع، في البقر الحلوب، وفي المدينة الزراعية المتكاملة، وفي البلح البرحي، وفي آخر حاجة كانت من يومين كانت المصنوعات الورقية. أنا مبسوط جدا طبعا أن أنا موجود في المكان ده ومع الناس الجميلة ومع الدكتور أيمن، لأن الدكتور أيمن يعني حاجة كبيرة. بدأت من 2 سنين تقريبا، كان في شهر رمضان بدأت بالإنتاج الحلواني، كان حاجة بسيطة كان ب 110 ألف، وبعد كده كان 6 شهور المشروع ده، العقد ده، وبعد كده ابتديت في عقد تاني وتالت، وانتقل البلح والبرسيم الحجازي والإنتاج الداجيني والمدينة الزراعية، ويعني تقريبا 10 عقود لغايه دلوقتي. انا داخل في شركات تانية، يعني مش هو الشركه دي بس، انا داخل في اكتر من شركه، بس بحاول ان انا الم فلوسي كلها اللي بره وادخل معاه. يعني يعني اي عقد بيخلص من بره ما بجددوش، هنا افضل. يعني انا بحس مع الدكتور ايمن انا في وسط عيلتي.